السلام عليكم. اليوم درس على كيفية معرفة نوع حبل الرافعة، لأنه أول سؤال يعني يتم اختبار أي شخص فيه يعني عند دخول المؤسسة، فيقال نوع ما هو نوع الحبل الخاص برافعة كذا وبرافعة كذا، ومنها يستفيد الإنسان ويعرف ما هو قدره وأي نوع منه الحبل يكون في الرافعة. طبعا نأتي إلى هنا فنرى كما هو الواير، يعني الحبل هنا، ثم نرى في الخانة هذه أنه 16 مليمتر، ويقاس الحبل بأداة أخرى تكون تحسب القطر كما يفعل في الحديد البناء، على شكل تأتي على شكل في، فتبين عند إدخالنا تبين لك قطره. المهم هنا مثلا عندنا 16 مليمتر، هذا خاص برافعة 55 طن. نأتي إلى هنا مثلا في رافعة 60 طن، نرى ما هو قطره. هنا يبين لنا أنه كما هو واير 19 مليمتر، وفي 55 طن يكون 16 مليمتر، وفي 60 طن يكون في 19 مليمتر. ولكن عند ملاحظة حبل رافعة الحبل الخاص بهذه الرافعة نراه يعني صغيرا، إذا كان يعني 16 أخشن يعني منه في القطر يعني أكبر منه، فنقول بأن الحبل هذا ليس خاص بهذه الرافعة، قد يكون لأنه صغير، قد يكون لرافعة 45 طن أو 50 طن، لهذا يعني عليه من يجعله حبلا خاصا بال60 طن، لأنه عند برمجة الحاسوب هو يعطيك على أنك وضعت حبل خاص بالرافعة 60 طن.